السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا في أركي جن، ده موقع بيخليك تصمم تصميم معمارية يونيك فريدة، جنريت يونيك ديزاين، جنريت يونيك بيلدينج باستخدام الذكاء الاصطناعي. مش محتاج جهاز ضخم أو عملاق عشان تشتغل عليه، مجرد إن أنت تشتغل على الموقع يقدر يعملك التصميمات اللي أنت عايزها. الموضوع إن شاء الله هنعمل كذا فيديو، لأن هو الموقع فيه حاجات كتيرة، معلومات مفيدة إن شاء الله. دي بعض الفيديوهات، دي بعض التصميمات اللي موجودة، الأشكال اللي طلعت. ده الموقع، هو تقدر انت تدخل على archigen.io، وبرضو ممكن تتكلم معاهم ان انت عايزها طبعا لك على الكمبيوتر، بس طبعا محتاج جهاز يكون قوي. والأسعار هيت فري بلان زيرو، ده اكسس تو archigen.io، وليك 5 تصميمات في الشهر. لو عايز ستاندرد بلان دي $15 في الشهر. ده الفريق اللي شغال، فريق يعني اعتقد كله من مصر. وخلينا نطلع هنا ونقول له أركيكاد ماجيك، هنلاقي الشكل دوت. في تصميمات كتيرة بتبدأ، بنلاقي هنا الادوات اللي هنقدر احنا نشتغل بيها، زي مثلا عايز تشتغل اركتكتشر انتريور، عايز تشتغل من خلال انت ترسم لاند، او عايز داتا او فورم زي ما انت عايز. وهنا ده الاحصائيات، يقول لك مثلا بلوت اريا قد ايه، الفوت برنت قد ايه، الهاي قد ايه، نمبر فلور قد ايه، واي حاجه بتعدلها الشكل كله بيتعدل معاك زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب انا اقول له ان انا عايز اشتغل اركتكتشر، ومره تانية نقول له مثلا انتريور. طيب عايز تبدأ باللاند ولا بالفورم؟ هتقول له مثلا فورم، هيقول لك طيب عايز من خلال ان انت ترسم درو وامبورت او كانفا. طيب خلينا نختار درو مثلا، وهنقول له ان احنا عايزين نبدأ نرسم، ممكن مثلا من خلال البراماتيك او من خلال الترانسفورم او من خلال الموديفاي، اي شكل هتعدل تقف عليه. ما دام تقول له ان انت عايز تبدا تعدل، تقدر تعدل زي ما انت شايف اهو. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اعدل في البراماتيك، تمام. فاقول له مثلا عايز بدل ما هم، خلينا نلف شويه عشان تشوفه بشكل افضل. مجرد ان انا مثلا هعدل الارتفاع وخليها مثلا، ولكم بدل 5 ادوار خلاها 10 ادوار مثلا. فده افضل حاجة الواحد ممكن يفهم بيها فكرة البراماتيك، ان انت مجرد بتعدل الشكل كله بتعدل معاك اهوت. عدد الادوار ماشي، ممكن هو كان عامله دور واحد، اقول له لا خليه مثلا 3 ادوار، يبدأ يقسم لي الشكل ده على 3 ادوار. طيب هنا مثلا عامله 15 متر في 10 متر، ممكن نقول له لا غيرها، ممكن تعدل من هنا اهو ومن هنا، فالشكل كله بتعدل معاك زي ما انت شايف اهو. فهنا احنا عدلنا في البراماتيك الادج للواي والادج للاكس، ممكن برضو نعدل فيهم. وبعد كده ممكن نسيف المشهد دوت او نحمل مشهد تاني. فزي ما انت شايف الموضوع كله بيسهل، وهنا بيجيب لك اي تعديل، بيبدا يقول لي البلوت اريا بقت قد ايه، الفوت برنت قد ايه، وهكذا. نعدل الارتفاع مثلا اهو. الميزه ان انا ما حملتش اي برامج خالص، تمام. لا انا شغال اونلاين، بحاول اعمل تصاميم كتيرة مختلفة. لسه هنشوف مع بعض ازاي نرسم من الصفر خالص، نبدأ احنا نرسم الاشكال اللي احنا عايزينها. فتابعوا معانا الفيديوهات الجاية ان شاء الله.